هوم بيج تبعهم تقدروا تشوفوا ان عندهم كاتيجوريز وومن من بيوتي كيدز وهوم، او بتقدروا من تحت تكبسوا على كاتيجوريز. لما تكبسوا على كاتيجوريز بيطلع لكم هدول. فخلينا نفوت على كلوذينج. زي ما انتم شايفين في عندنا دريسز، توبس اند شيرتس، عبايا، اوتوير اند جاكيت. خلينا نفوت على دريسز. ومن الدريسز نقدر نختار نوع الدريس. فليتس جو فور داي دريسز. هون بيطلع لكم كل الدريسز اللي عندهم اياها او الداي دريسز اللي عندهم اياها. بتقدروا تعملوا فلترينج اند سورتينج عشان يسهل عليكم السيرش. بس خلينا نشوف احنا دريس نختاره. اوكي اخترت هذا الدريس الجرين من وير هاوس، كثير كتكوت. راح احط ماي سايز واعمل اد تو باسكت. وكمان فتت عند الاكسسوارز، عند الباجز وكلتشز ووالتس، ودخلت على هاي الباج وبرضه بدي اعملها اد تو باسكت. هون بتعملوا الفيو باسكت، بيطلع لكم بالضبط انتم شو طلبتوا او شو الاشياء اللي حطيتوها. هلا رح نعمل تشيك اوت. بالتشيك اوت رح يطلع لكم انكم تعبوا الانفورميشن هاي. اول شيء بتعملوا ساين ان بالايميل ادرس، وعندهم الشيبينج ميثود اللي هي هوم دليفري اي جي ديز. بعدين عندهم دليفري انفورميشن، بتحطوا اسمكم الاول واسم العيله، وبتكملوا هون السيتي واللوكيشن ورقمكم، وهون رقم 4 بتحطوا البرومو كود. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.